الحزب الديمقراطي الأمريكي أحد الحزبين الرئيسيين المتنافسين في الولايات المتحدة، وواحد من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية المعاصرة في العالم. سبق في التأسيس غريمه الجمهوري بعدة عقود من الزمان، ويتخذ من صورة الحمار شعاراً سياسياً وانتخابياً له. تأسس الحزب الديمقراطي في صورته الحالية عام 1828، بينما تعود أصوله إلى ما كان يسمى بالحزب الجمهوري الديمقراطي بقيادة كل من توماس جيفرسون وجيمس ماديسون وغيرهما من معارضي النزعة الفيدرالية في السياسة الأمريكية آنذاك. تحول الحمار عام 1870 إلى رمز سياسي للحزب بعد أن قام أحد رسامي الكاريكاتير برسم حمار أسود اللون كرمز للحزب الديمقراطي يتبارز مع فيل جمهوري مذعور. في الأصل نشأ الحزب الديمقراطي على الفكر المحافظ، وارتبط بحماية مؤسسة العبودية قبيل الحرب الأهلية الأمريكية التي نشبت عام 1862، واكتسب شعبية في الولايات الجنوبية، لكنه في عام 1933 تحول تحت قيادة الرئيس فرانكلين روزفلت باتجاه الليبرالية والأفكار التقدمية ومناصرة النقابات العمالية وتدخل الدولة في الاقتصاد. كما واجه الحزب أزمات متعددة في الستينيات من القرن العشرين بتبنيه حركة الحقوق المدنية والمشاكل الناجمة عن الحرب الفيتنامية. منذ عام 1828 وحتى عام 2020 تولى 17 رئيساً ديمقراطياً مقاليد الحكم في الولايات المتحدة من أصل 46 رئيساً تم انتخابهم على مدار التاريخ الأمريكي، كان أولهم أندرو جاكسون الذي تولى الرئاسة فترتين متتاليتين وآخرهم الرئيس جو بايدن. ومن أبرز الرؤساء الديمقراطيين في الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت الرئيس الأمريكي الوحيد الذي ترشح للرئاسة 4 مرات من عام 1933 إلى 1945، وهاري ترومان الذي أمر بإلقاء القنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان، وكذلك جون كينيدي أصغر رئيس أمريكي منتخب والكاثوليكي الوحيد في التاريخ الأمريكي، وليندون جونسون الذي وقع قانون الحقوق المدنية للأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية، وأيضاً باراك أوباما أول رئيس من أصول إفريقية يصل إلى البيت الأبيض عام 2008.